كيف حال المشاهدين الأعزاء؟ اليوم هو 25 ديسمبر بالليل، ما يسمى بالكريسماس. هنطلع هنا في سنتر سالونيك في اليونان نشوف الوضع، هل في ناس ولا كله قاعد في البيوت. المهم حلقة امبارح الإخوة أو بعض الإخوة انفعلوا، أعتقد هم شاهدوا بس البداية من الفيديو، معرفش، ولكن لم يشاهدوا مغزى القصة اللي هي أنا بتكلم إنه لا ينفع لي أو لا أحب هذه المناطق اللي هي المقاهي الليلية، لا تناسبني، لأن في الآخر ما بعرفش أعمل حاجة، وآخري أشرب كوباية كوكاكولا. فالإخوة انفعلوا بسرعة، معرفش لماذا، ولكن المغزى من القصة إنه لا يناسبني هذا المكان. وأنا بس بالمناسبة يعني نص أهلي كلهم ليسوا مسلمين، يعني فموضوع المقاهي ده عندهم عادي خالص، يعني هم أخذوني إلى هذا المكان، فطلعنا ونشوف الوضع، وطلع الوضع تعيس. وأنا عارف النظام، يعني ما أنا عارف هيحصل هكذا. المهم بعض الإخوة هجموا عليا، مش عارف عايزيني أطلع أقول آيات قرآنية يعني ولا ماذا أصدقائي. أنا لم أقل شيء أبدا، ودايما قناتي بخليها بإذن الله يعني دعاية إلى الخير، وبحاول أمنع الفتن على قدر المستطاع لكي لا نضر الإخوة والأخوات. خلينا نطلع السنتر هنا نشوف في سالونيك ماذا يصير. أنا شايف كل الطريق فاضي، يعني الصراحة أنا شايف ناس، يعني أنا لسه واصل، في ناس بالهبل، فشكله كله محدش عايز يقعد في البيوت. ها أنا وصلت السنتر يا أصدقائي، وشايف لك الناس موجودين، يعني محدش عايز يقعد في البيوت، ولسه يعني لسه ما دخلتش في أعماق السنتر، ولكن كل شيء كما ترون. ما كنتش عايز أطلع أم الفتن للإخوة، بس يلا خلي عدوا. واللي بيطلع معايا في الطريق بصوره اصدقائي، اللي بيطلع معايا في الطريق بصوره. هذه الحلقة بس حبيت اسلم عليكم فيها، ولو عرفت اصور حاجة حبصور. سامحوني مش عارف الاقي باركينج اصلا في السيارة عشان اصور لكم، فلو الحلقة هذه انتهت من غير تصوير الشوارع يعني اعذروني، انا اهو بحاول من الصبح الاقي باركينج. اعتبروها حلقة سريعة حبيت اسلم عليكم اصدقائي واقول لكم كلمتين، ولكن بحاول اهو. كل الاماكن متاخده اهو، شوف حتى اللي امامي هذا مش عايز يتحرك، ده هيركن فوق الشجر اصلا، هيركن فوق الشجر، مفيش مكان، الا بقى لو ده عامله برايفت باركينج بتاعه مثلا، مش عارف. المهم انا قررت ارجع البيت، يعني قعدت ادور على باركينج ما لقيتش باركينج يعني، فانا راجع البيت. المهم انتوا عارفين نظام اوروبا يعني بالليل يا اصدقائي، والكلابز والبابز، وبعدين مش عايز اطلع فتن اكتر للاخوه، يعني مش عايزين برضو ايه نتعب المسائل. فانا قررت ارجع، خليها هذه الحلقه تكون ذكرى تذكار كيف يقضي حكيم الكريسماس حجه سنه 2019. طبعا انا لا احتفل يعني بالكريسماس عشان الاخوه، برضو في بعض الناس بينفعلوا. انا بقول لك يعني فتره الكريسماس دي كيف اقضيها، كيف قضى حكيم الكريسماس 2019. كان يبحث على باركينج ودخل قوقعته، ونلتقي في حلقه اخرى، الى اللقاء.